نزلي الشنط حطيهم في العربيه. طب لو الكتكوت دي وسأل عليكي؟ لا ما تقوليلوش انها سافرت، قولي له خرجت ومش عارفه راحت فين. وحضرتك هترجعي امتى ان شاء الله؟ يعني لما افهم المساء رايحه على فين. خدي ده مرتب 3 شهور لغايه اما ارجع. ترجعي لنا بالسلامه، هتوحشينا قوي. ميرسي. عن اذنك. اتفضلي. ايوه يا باشا، المواضيع اتفتحت. انا طالعه على لندن، الوزير بتاعك شكله رجله هتقع في الخايه وكل الاوراق هتتفتح. اصل الراجل بتاعه طلع من الحبس وسافر على بره. بس شكله قبل ما يسافر عمل صفقه مع النيابه وسلمها كل الداتا اللي معاه. لا يا باشا انا ما جازفش، انا هسافر كده لغايه الامور ما تهدى وكل حاجه تبان. ولا دولار باسمي، الفلوس كلها باسم سمير الدرمالي وثابت الطيب. لا طبعا يا باشا، انا ما بفتكرش اسمك اساسا ولا بجيب سيرتك من اصل. هو انا عبيطه ولا ايه؟ ماشي يا باشا، اشوف وشك بخير، مع السلامه. يا حاج ايه يا سليم مالك؟ جايب لك خبر هيفرحك قوي يا حاج، الوزير اللي كان قرفنا. ماله؟ انت ما قريتش جرايد النهارده؟ في ايه يا سليم ما تتكلم؟ الوزير ده طار في التعديل الوزاري. مبروك يا حاج. مبروك على بلاوي الناس؟ لا، على رخصة المصنع الجديد. مش ده الوزير اللي كان موقف الرخصة وكان عايز ياخد رشوة؟ يا ريت على كده وبس، ده كان عاوز يشاركني عشان يغسل فلوس والعياذ بالله. معقول؟ امال المحروس عباس كان رايح جاي وعمال يتحنجل وعايز يشاركني على ايه؟ ما عشان كده. لكن انت عرفت ازاي يا حاج؟ ربنا رزقني بالمعلومه، المحامي بتاع الحاج فتحي كرامه يعرف محامي تاني من اياهم، هو اللي قال له على كل حاجه. قال له كان عايز يتجوزني. قال الوزير؟ وزير ايه يا استاذ سليم؟ بس ده سي عباس صاحبي. صاحبي؟ لا انت هتلزقني في التهمه دي. لا لا صاحبي ولا حاجه. انت هتروح يا حسن تجيب ثابت الطيب. ثابت مستخبي في الاستوديو عند نهى مراته الجديده. بلغ الضابط سامي يروح يجيب سمير الدرمالي من فيلا منى فتح الباب. تحت امرك يا فندم. كمان بيلي اسناوي مستخبي في استراحه الوزير، فاكر ان سيادته لسه وزير، ما يعرفش ان الوزير نفسه هيطلع له امر بالتحقيق معاه في النيابه. يلا بينا. انتوا اكيد عايزين ثابت تاني. كل حاجه هتبان في المديريه، ما تقلقش. انا مش قلقان لاني ما عنديش حاجه اصلا اقلق منها. ركبوا البوكس. انتوا ما تعرفوش انا مين. انا ثابت الطيب. قلبي عندك يا سلمى، معلش يا حبيبتي. يا رحمه سمير ما خربش حياه مديحه بس، خرب حياتي انا كمان لما خد ثابت في رجليه. خلاص كلام ما منوش فايدة، لازم نبقى هادين. اللي عايزه ربنا هو اللي بيكون. وبعدين انتي أصيلة قوي، لو واحدة غيرك كان زمانها شمتانا فيه. مش أبو ولادي برضو، بس هو ميستاهلش أبدا اللي حصل له ده. معلش ربنا إن شاء الله يجيب العواقب سليمة. هدي نفسك يا رب. أول ما الوزير الجديد دخل مكتبه طلب الملف بتاع المصنع بتاعنا وأشر عليه وقال لمدير مكتبه أنا عايز أشوف مندوب مجموعة شركات الطيب. بعتولي رحتهم. اول ما رحت يا حاج دخلت عليه قلت له دي مش مجموعه شركات الطيب، دي مجموعه جديده. قال لي يعني مش تبع الحاج ابراهيم الطيب؟
قلت له ايوه. قال لي طب بلغ تحياتي للحاج ابراهيم وقول له ان المستثمرين الشرفة والناس الجدعان الواحد يشيلهم فوق دماغه. انا شكرته طبعا وخدت الملف وجيت على هنا على طول. الحمد لله. دي نصره من عند الله. الف الف مبروك يا حاج. الله يبارك فيك يا عطا الله. الله يبارك. هو ده الحاج ابراهيم الطيب اللي ما يعجبوش الحال المايل ولا يمكن يطاطي لحد ابدا. ايوه كده، خلي الناس تعرف مين هو الحاج ابراهيم الطيب. لا مش قوي كده بقى، ما تتغروش. ده احنا كنا داخلين عركه ومش عارفين رايحين على فين. الحمد لله ان ربنا نصرنا. الحمد لله. الو، هيا مديحه حبيبتي. ايه ايه بالراحه بس عشان افهم، يعني هو فين دلوقتي؟ طيب انا هتصرف. طيب طيب طيب، ايه اللي حصل يا حاج؟ السبب اتقبض عليه. ليه؟ ايه السبب؟ مديحه بتقول لي مش عارفه، هو دلوقتي في مديريه امن الجيزه. اطمن يا حاج، انا هروح نيابه الجيزه اشوف ايه اللي حصل بالظبط. شكرا يا عطا الله، انا عارف ان الواد ده اذاك وقل ادبه عليكم كلكم، بس معلش مهما كان ابني ومش هقدر اتخلى عنه. بعد اذنك يا حاج. استنى يا عطا الله، بعد اذنك يا حاج انا هروح معاك. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا يا حاج فتحي. طيب. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازيك يا حاج؟ ازيك يا حاج فتحي؟ ازيك؟ خد يا عم ابنك اهو، ادار بيمدقدق زي ابوه والله يا طيب. لو انت مش عايزه انا مستعد اشغله عندي مدير عام، بس لو انت مش محتاج خده. طيب انت اولى بشطاره ابنك. حبيبي يا حاج فتحي طول عمرك سندني، وانا هقول له اشتغل فين. ما هو افندي مال وهدوم، هو اشتغل مطرح ما هو عايز. ايوه يا حاج، حضرتك اللي هتقول هشتغل فين. لا يا ابني، انا عمري ما كنت عاوز اسيطر عليكم ولا شغلكم عندي. انا كل همي كان ان اطمن عليكم انكم كملتوا علامكم وتقدروا تشتغلوا اي حاجه. وانا جاي لك يا حاج وهشتغل اي حاجه هتقول عليها ان شاء الله. امسح الارضيه. طب تعالى في حضن. اخوك ثابت اتقبض عليه. منى فتح الباب اللي لف عليها سمير جوز بنتك طلعت حيه كبيره قوي، لبسته كل المخالفات هو وابنك ثابت اللي كانت بتشتغل فيها، وطلعت على بره ومحدش لاقيها لحد دلوقتي. عمو
ايه يا بنتي اللي جابت دلوقتي؟ سابع العيال ليه؟ ما قدرتش اقعد في البيت غير لما اطمن على رحمه. هي اخبارها ايه دلوقتي؟ تعبانه والله يا بنتي. حبيبتي يا بنتي ربنا يطعها لك بالسلامه يا رب. ان شاء الله يا ام حسن. الف مبروك. مبروك يا بابا، مبروك يا حبيبي. الله يا حبيبي، ما شاء الله. الصلاه على النبي، الصلاه على الزين. مبروك يا حاج ولد. مبروك يا ولد. صلاه على النبي، صلاه على النبي. الله الله، جميله يا رب. هتسميه ايه يا حاج؟ هسميه يوسف. يوسف حلو قوي. يبقى يوسف الحاج ابراهيم. اسم بركه. خليه لك يا رب يا عمو. قمر ما شاء الله. الحمد لله حبيبي. هي نايمه. الحمد لله على سلامتها يا رب. طمني يا حاج، طمني. اهلا وسهلا. ازيك يا مي؟ ازيك يا هدى؟ عامل ايه؟ تمام الحمد لله. انت اخبارك ايه؟ يعني انت بتسأل عليا؟ ازاي بقى؟ بسأل طبعا. بتسأل مين بقى ان شاء الله؟ في الحقيقة معرفش حد اسأله عنك. ليه، انت ما بتشوفش عمو كرامة ولا ايه؟ حاجة كرامة؟ بشوفه طبعا. اتفضلي عودي، عودي. الحقيقة انا جاية عشان بنجهز معرض لمجموعة المصانع بتاعتنا، وكنا بنفكر نضم مجموعتكم للمعرض، وبكده ممكن شركات كتير جدا ومصانع تحب تشترك معنا في المعرض. دي فكرة هايلة. أنا كلمت عمو كرامة وهو شجعني جدا على الفكرة ونصحني إن أنا أبدأ بمجموعة الطيب. دي فكرة عظيمة بجد، وأنا متأكد إن الحاج مش هيعترض، بالعكس ده هيرحب أوي. طب ظبط بقى الموضوع ده مع الحاج وبقى كلمني عشان نتقابل. وده الفايل بتاع الفكرة المبدئية للمعرض. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حبيبي هتشوفه كلها كام شحن، وهيجي وهيجي يوديك الملاهي وكل الاماكن اللي انت بتحبها. ماما ايه يا حبيبي؟ بحر. اه بسين؟ لا بحر. بحر؟ لا ده بسين. بحر. بابي. اه بابي. بابي هينزل، هينزل في الميه؟ لا. امال هيعمل ايه؟ بابي حسون حبيب بنت رحمة. بارك يا قمر. ابراهيم عامله ايه يا رحمة؟ ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ الحمد لله. يوسف عامل ايه؟ فين؟ نايم فوق مع الداده. ده غلبني ما نمشي طول الليل. ليه كده بس؟ انا مبسوطه قوي منك يا سلمى، عشان بتاخدي بالك من كلامك عن ثابت قدام الولاد. ما تنسيش يا رحمه ان انا اتجوزت ثابت عن حب. بس انت اصيله، في ستات كتير قوي لما بيقعوا في مشكله زي مشكلتك بيتكلموا بطريقه وحشه قوي عن الاب، وللاسف الولاد بيتعقدوا. اللي عمله معايا الحاج كتير قوي، ما اقدرش انساه. يكفي حنيته على الاولاد، بس برضو ده ما يعوضهمش عن حنان ابوهم. ان شاء الله ربنا يفك سجنه ويخرج بالسلامه ويبقى في حضن ولاده. ان شاء الله. وحشك. الحكايه مش حكايه وحشني يا رحمه، الحكايه حكايه راحه الاولاد، الامان، الاستقرار، البيت الخربان. لازم حاجات كتير قوي تتغير. ان شاء الله كل حاجه هتبقى كويسه وزي الفل. خلي ثقتك في ربنا كبيره يا رب. مالك انت بالعواجيز اللي زي حالاتك كده برضه يا حاج؟ ماشي يا حاج فتحي، ماشي. ادخل. تعالي يا هدى. الملف اللي طلبته. عارف مين دي يا حاج؟ دي هدى بنت المرحوم شوقي اخوك. ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. ازيك يا عم؟ وازاي يا ماما؟ الحمد لله. معلش يا حبيبتي انا مقصر في حقكم قوي. لا 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 ما تقولش كده يا عم. بس ان شاء الله قريب هتفق انا وعمك الحاج فتحي ونيجي نزوركم في البيت. تنور في اي وقت، عن اذنكم. اتفضلي يا هدى. بسم الله ما شاء الله. دي بقت عروسه يا حاج فتحي. عروسه وبس. اللهم صل على النبي، مخها منور، بقت تفهم في الشغل هنا في كل حاجه، وبقت معتمد عليها في الشغل. هو الواد ماجد ما قالكش؟ ماجد ما جابليش سيره. هو شافها؟ الا شافها. دول بيحضروا مع بعض مشروع كبير قوي في قاعه المؤتمرات. اتاري الواد وشه منور ورادد بقاله مده. طب بقول لك ايه يا حاج فتحي؟ ما تيجي نخطبهم لبعض. يا سلام، ده يوم المونة. خلاص، انت تاخد راي هدى وانا هاخد راي ماجد، ونوافقه يبقى الزياره اللي انا وعدتها بيها دي
نخطبها فيها من امها من بعد موافقتك طبعا انت الخير والبركه.